السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعي قناة دكتور سبليمنت. أهلا بكم في حلقة جديدة. الحلقة دي هنتكلم عن حاجة مهمة جدا اللي هي هرمون النمو. معلومة مهمة جدا، هرمون النمو مش بس مفيد للرياضيين أو لبناء الأجسام، كمان مهم جدا خصوصا للسيدات. هرمون النمو بيأثر على نضارة الجلد والشعر والضوافر، بيقلل من علامات تقدم السن، كمان مهم جدا لرفع معدل حرق الجسم للدهون وتقوية العظام والأربطة. ايه هو هرمون النمو وازاي نقدر نرفع نسبته وايه السبلمنتس اللي بتساعدنا ان احنا نزود هرمون الجروث؟ كل ده واكتر هنعرفه بعد الفاصل، يلا نبدا. اهلا وسهلا بكم مره تانية. لو كنت فاكر ان هرمون النمو بيقف لما تعدي سن ال20، حابب اصحح لك المعلومه دي واقول لك ان هرمون النمو بيفضل مستمر معاك الى ما شاء الله. هرمون النمو احد اهم الهرمونات اللي جسمك محتاجها، ان لم يكن اهمها على الاطلاق. اعلى افراز ليه بيكون مرحله الطفوله والمراهقه، بعد كده بيقل بس بيفضل مستمر افرازه لحد ما ربنا يدي لك ايه طول العمر، لكن في حاجات بتاثر عليه بالسلب وبالايجاب، وده اللي هنعرفه ان شاء الله الحلقه دي. وظيفه هرمون النمو ايه بالنسبه للاطفال؟ وظيفته او الناس اللي في سن المراهقه وظيفته هو نمو جسمهم او بناء جسمهم، لكن بالنسبه للكبار بيتجه لناحيه تانية اللي هي انتاج وحفظ البروتين. طب ايه هو البروتين في جسمنا؟ رقم واحد طبعا الكتل العضليه او العضلات، رقم اتنين الشعر والجلد والضوافر والاوتار والاربطه والمفاصل بتاع الجسم. علشان كده هرمون النمو بيقلل من عوامل تقدم السن او بيقلل من اعراض الشيخوخه. كمان هرمون النمو مسؤول عن تكاثر وتجديد الخلايا خاصة بعد الإصابات، عشان كده مهم جدا للرياضيين. كمان الخصائص الإدراكية زي الذاكرة والانتباه، ومن أهم وظائفه طبعا اللي احنا بنحبها جدا حرق الدهون. حاجة مهمة لازم نوضحها، ان هرمون النمو لو زاد عند الستات مش معنى ده ان هي هتكون كتلة عضلية او معنى كده ان العضلات بتاعتها هتكبر، ده مش هيحصل، لان في هرمون تاني اللي هو التستوستيرون، وده قليل عند الستات، وده تقريبا مسؤول بصورة كبيرة عن بناء الكتلة العضلية. نسبته عند الستات قليلة جدا مقارنة بنسبته عند الرجال. نيجي لنقطة تانية، نقص هرمون النمو بينتج عنه ايه؟ رقم واحد زيادة في الوزن، رقم اتنين ضعف وألام في المفاصل، رقم تلاتة تبدأ في مشاكل في الجلد والضوافر والشعر، رقم اربعة ضعف في الذاكرة والخصائص الإدراكية. وبكده كل ما تحافظ على هرمون النمو في مستويات كويسة، ده بيزود معدل حرق جسمك للدهون، كمان بيزود نضارة الجلد او شكلك يبقى اصغر في السن، كمان بيقوي مفاصل العظام بتاعتك، كمان الذاكرة والخصائص الإدراكية او الذهنية بتكون اقوى. نيجي لنقطة مهمة جدا، الحاجات السهلة وبسيطة واحنا ممكن نعملها بسهولة كمان وترفع هرمون النمو الطبيعي في الجسم. في البداية حابب انوه ان كل المعلومات اللي انا هقولها وكل الدراسات هتلاقوها موجودة في الوصف لو حد حابب يطلع عليها ويستفيد معلومات اكتر. رقم واحد في الحاجات اللي بترفع هرمون النمو هي انك تخس او تنزل الدهون خصوصا منطقة البطن. في دراسة اتعملت على مجموعة من الاشخاص وجد ان الناس اللي عندها زيادة في دهون البطن عندهم افرازات لهرمون النمو اقل الاشخاص اللي وزنهم اقل. كمان النسبة دي بتوصل احيانا ان يكون الناس اللي عندها دهون في البطن عندها نص كمية او نص الافرازات بتاعت هرمون النمو مقارنة بالناس التانية اللي وزنها طبيعي. كمان في دراسة تانية اتعملت على نفس الاشخاص وجد ان هرمون النمو بتاعهم بيتضاعف تقريبا بعد نزولهم في الوزن. رقم اتنين من الحاجات اللي بتأثر على هرمون النمو هو السكريات والنشويات. السكريات والنشويات بترفع هرمون الانسولين. الانسولين ده من اكتر الحاجات اللي هي بتأثر على هرمون النمو وتقلل افرازه. فطول ما مستويات الانسولين تحت هرمون النمو بيزيد افرازه. هنحاول نقلل على قد ما نقدر من الحاجات اللي هي بتنشط افراز هرمون الانسولين، اللي هي طبعا النشويات والسكريات والبروتين، بس طبعا البروتين احنا بنحتاجه في البناء فبنقللش منه. في دراسة اتعملت على بعض الاشخاص اللي هم عندهم سكري وبعض الاشخاص الاصحاء، وجد ان نسبه افراز هرمون النمو من 3 ل4 اضعاف مقارنه بالناس اللي عندها السكري. ده ناتج طبعا لان عندهم مقاومه انسولين عاليه وافراز الانسولين في جسمهم عالي. لو عايز معلومات اكتر عن مقاومه الانسولين هتلاقي اللينك بيطلع لك من هنا او هتلاقيه في وصف الفيديو. نقطه مهمه جدا لازم تاخد بالك منها، لو انت اخدت وجبه مثلا غنيه بالسكريات مره واحده في اليوم او كده، ده مش هتأثر نفس التاثير اللي احنا بنتكلم عنه مقارنه بشخص بياخد وجبات كتير خلال كل ساعتين مثلا، بياخد سناك يرفع معاه الانسولين، فده طول اليوم بيخلي مستوى الانسولين عالي وده بيأثر بالسلب على افراز هرمون النمو. فخد بالك اي حاجه بتاكلها بتأثر على صحتك، بتأثر على هرموناتك، بتأثر على جسمك شكله ومكونات. رقم ثلاثة ومن الحاجات المهمه جدا اللي بترفع هرمون النمو هي الصيام المتقطع او الصيام اللي احنا بنصومه في رمضان العادي، ده انك تصوم 16 ساعه وبتفطر او بتاكل في خلال 8 ساعات بس. معظم الدراسات اثبتت النتائج الايجابيه للصيام على
زيادة إفراز هرمون النمو. في دراسة أثبتت أن خلال 3 أيام بس إفرازات هرمون النمو بتتضاعف ل 300% أو 3 أضعاف إفرازاته العادية. كمان في دراسة تانية أثبتت أن خلال أسبوع واحد من الصيام زادت إفرازات هرمون النمو بنسبة 1250%. 1250% يعني إفرازات هرمون النمو تضاعفت 12 مرة ونص، وده رقم كبير جدا ومهم جدا خاصة للناس الرياضيين اللي هي بتحاول تنشف أو تنزل وزنها وفي نفس الوقت تبني كتلة عضلية، لأن في ناس بتركز إن هي تاخد وجبات كتير أو تركز إن هي تاخد عدد سناكات كتير وبتغفل حتة إن الإنسولين بيقلل من هرمون النمو. ومن الدراسات أفضل طريقة لإنك تحافظ على هرمون النمو في مستويات كويسة أو مستويات صحية هي زي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام إنك تصوم يومين بس في الأسبوع، لأن الصيام لفترات طويلة أو أيام كتير ما بيديش نفس النتيجة. الصيام بيشتغل طريقتين أو الطريقتين اللي إحنا بنحللهم. رقم واحد إن هو بيقلل الدهون، طبعا قلنا في أول حاجة إن الدهون يعني تناسبها عكسي مع هرمون النمو. رقم اتنين إن هو بيخلي مستويات الإنسولين في مستويات قليلة طول اليوم، وده بيدي ضلية لإفراز هرمون النمو. في دراسة كمان اتعملت لنفس الأشخاص وشافوا إفرازات هرمون النمو خلال الأيام اللي هم بيصوموا فيها وخلال الأيام العادية، وجدوا ان الايام اللي هم صايمين فيها افرازات هرمون النمو بتكون في مستويات عاليه جدا، احيانا بتصل لثلاث اضعاف نسبه افرازات هرمون النمو في الايام اللي هم فاطرين فيها. رقم أربعة من الحاجات المهمه جدا في افراز هرمون النمو او الهرمونات كلها هو النوم الكافي. ده ليه بيحصل؟ لان معظم هرموناتك بتفرز وانت نايم. في دراسات كتير اثبتت العلاقه ما بين النوم المريح والهادئ وافراز هرمون النمو. علشان كده لما بترتاحش في النوم او تنام عدد ساعات مش كافي بتصحى مودك بايظ، ده كله بيكون بسبب لخبطة او نقص في افراز احد الهرمونات دي. فحاول تحافظ يوميا على عدد من 7-9 ساعات نوم مريح. الحاجة اللي بعد كده هي مرتبطة بالنوم ومرتبطة بالاكل مع بعض، ان انت تاكل قبل ما تنام. طبعا احنا عرفنا النقطة اللي فاتت ان هرمون النمو بيفرز في الغالب وانت ونايم. الاكل بيحفز الانسولين، فافراز هرمون الانسولين بيأثر على هرمون النمو. هرمون الانسولين بيقعد قد ايه في الجسم؟ تقريبا من 2-3 ساعات، فيفضل ان انت على الاقل تكون اكلت قبل 2-3 ساعات من موعد نومك، وبكده يكون مفيش تاثير للانسولين او مفيش تاثير للاكل اللي انت بتاكله على افراز هرمون النمو وانت ونايم. رقم 6 هو التمرين القوي او الشديد. التمرين القوي من افضل الحاجات اللي بترفع هرمون النمو، كمان كل ما بتزيد شده التمرين بيكون الفايده اكتر. في تمرين معمول عليه دراسات كتير ووجد ان هو بيزود افراز هرمون النمو بنسبة 700%. التمرين ده هو السبرينتنج او اللي هو الجري السريع. السبرينت ده انت بتفضل تجري لمدة 30 ثانية بسرعة، يعني تقدر تقول اقصى سرعة عندك، وبعدين تقلل سرعتك شوية وتمشي لمدة 90 ثانية، وبعدين ترجع تاني ترفع السرعة لمدة 30 ثانية، وبعدين ترجع تقلل السرعة مثلا لمدة نص ساعة. ده بيكون افضل انك تجري فترات طويلة على سرعة متوسطة، لان انك تجري فترات طويلة بسرعة متوسطة ده بيزود افراز هرمون الكورتيزول، واللي متابع الحلقات هيعرف ايه هو هرمون الكورتيزول وايه المصايب اللي بيعملها في الجسم. ندخل على نقطة ناس كتير بتحبها وانا نفسي بحبها، هي السبليمنتس او الحاجات المكملات اللي بترفع معانا هرمون النمو. اول واحد في الحاجات اللي بترفع هرمون النمو وطبعا مشهور بالنسبة لنا كلنا هو الارجينين. الغريب بقى ان افراز هرمون النمو بيزيد حتى لو ما كنتش بتتمرن، والاغرب بقى انه لو ما كنتش بتتمرن بيكون افراز هرمون النمو اعلى من ما تكون انت بتتمرن. الجرعه بتاعته بتكون 100-250 ميلي جرام لكل كيلو في الجسم، يعني لو وزنك 75 كيلو تقريبا بتكون محتاج 7.5 جرام من الارجينين ل 18 جرام في اليوم. كمان دراسات اثبتت ان الجرعات لازم تكون في الرينج ده والا ما تكونش منها فايده. رقم 2 في الحاجات المهمه اللي بتساعد في افراز هرمون النمو هو البيتا الانين، ومهم جدا ان انت تستخدمها قبل التمرين. في دراسه اتعملت على ان ناس كان بتاخد 4.8 ملغ من البيتا الانين ووجد ان هو بيرفع كفاءه التمرين بتاعها بنسبه 22%، كمان بيزود من افراز هرمون النمو. رقم 3 من الحاجات اللي بترفع هرمون النمو هو الجابا. طبعا الناس اللي تعرف الجابا او استخدمته قبل كده او الناس اللي شغاله في المجال بتاعنا هتعرف ان الجابا ده بيساعد في زيادة الريلاكسيشن او الاسترخاء وتحسين جودة النوم، والاثنين دول بيساعدوا اصلا في افراز هرمون النمو. لكن في دراسات تانية اتعملت ووجد ان الجابا بيرفع افراز هرمون النمو بنسبة 400% في اوقات الراحة اوقات النوم، كمان 200% بعد التمرين. رقم 4 من السبلمنتس اللي ترفع معاك هرمون النمو هي البروتين والكربوهيدرات. البروتين والكربوهيدرات ازاي مع ان هم بيحفزوا الانسولين؟ البروتين والكربوهيدرات بس بتاخدهم اثناء او بعد التمرين، لان في دراسه اتعملت
وجد ان استهلاك البروتين خاصه الكازين، هي المعموله على الكازين، انك تاخد 28 جرام من الكازين قبل التمرين بنص ساعه، وجد ان هو بيأثر على هرمون النمو وهرمون التستوستيرون في نفس الوقت، وده طبعا احنا مش عايزينه. فمهم جدا ان انت تاخد البروتين اثناء او بعد التمرين، ان في ناس كتير بتغلط وبتاخد البروتين قبل وبعد، وده غلط. رقم 5 من السبلمنتس اللي بتساعد في افراز هرمون النمو هو الميلاتونين. طبعا ناس كتير تسمع الميلاتونين ان هو بيزود العمر، الناس اجانب كتير بتستخدمه على اساس ان هو بيزود العمر، الحمار بيد الله، بس هو بيقلل من علامات تقدم العمر او تقدم السن، لان هو محفز لهرمون النمو. كمان الميلاتونين اشهر استخدام ليه ان هو بيساعدك انك تنام وتسترخي، وده طبعا من الحاجات اللي بترفع هرمون النمو. الابحاث اللي اتعملت على جرعه من 1 ل 5 ملي جرام في اليوم، انك تاخد الميلاتونين الاول تبدا بجرعه قليله وتحاول تزود لحد ما توصل للايه، ان انت تحس ان نومك مظبوط. هو في الغالب اصلا الميلاتونين بيتاخد للجيت لاج او تغيير السفر، يعني واحد مثلا كان في نصف الكره الشمالي وجي نصف الكره الجنوبي، كان متعود ينام مثلا في وقت هنا الساعه 2 الظهر، فبيستخدم الميلاتونين عشان كده بيعدل له السايكل بتاعه النوم بتاعته. لكن الدراسات اثبتت انه له علاقه كبيره جدا بافراز هرمون النمو. وانا بحب المكملات وفي ناس كتير بتحبها، بس هنختصر في اللي جايين. مجموعه من المكملات الثانيه اللي هي بتساعد في افراز هرمون النمو زي الجلوتامين، وده 2 جرام منه بيعملوا زياده في هرمون النمو بنسبه 78%. رقم 2 الكرياتين، 20 جرام منه بيعملوا زياده في هرمون النمو من ساعتين لست ساعات. كمان الاورنيثين لو استخدمته قبل التمرين بنص ساعه برضه بيرفع معاك هرمون النمو. رقم 4 ال دوبا، مرضى باركنسونز ديزيز كانوا بياخدوا جرعه 500 ملي جرام من ال دوبا، وجد ان هرمون النمو عندهم بيرتفع لمده ساعتين على الاقل نتيجه لاستخدامهم المكمل ده. رقم 5 الجلايسين، استخدام الجلايسين بيزود الكفاءه بتاعه التمرين وبيزود قدرتك على انهاء تمرينك بصوره كويسه. كمان الدراسات اثبتت ان له علاقه بافراز هرمون النمو. اخيرا حابب اعرفكم ان الهرمونات في الجسم حاجه عامله زي السحر، تفرز بكميات قليله جدا جدا جدا، لكن تاثيراتها على الجسم تكون كبيره جدا، وحاجات سهله جدا انت ممكن تعملها خلال اليوم او خلال حياتك العاديه وبتاثر على الهرمونات دي بالسلب، او ممكن تعملها وتاثر على هرموناتك بالايجاب. فمهم جدا بالنسبه لك ان انت تحافظ على هرموناتك في مستويات صحيه، وده باتباع النصائح اللي احنا قلناها في الحلقه دي، وتشوف برده الحلقه بتاعت هرمون التستوستيرون، شوف النصائح اللي فيها، وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس اللي يجيلك الفيديوهات الجاية، وما تنساش تعمل لايك. اشوفك على خير في حلقات جاية ان شاء الله. مع السلامة.